وغبور هذا غبرت يا النفط تاع عادي في تعاود اخويا كي داير راه خويا راه في هذه السيمانه في هذه العطله كامله دازت عندي ازمه علاش مالك اسم الفلوس فينا هما الفلوس عيانا ما نقلبوا عليهم ما لقيناش شي انا نضرب برو على البريكولاش ما لقيناهمش ما عنديش اخويا حتى حل واحد خونا راه تيستنى الكريدي شحال تستاهل بزاف بزاف راه على الاقل شي هذيك تكون هذيك شي 5 مليون 6 مليون خويا راه عندي واحد البريكول والله حتى غادي يهنيك من هادشي كلشي اللي عندك والله ما كرهتش بريكول وحق الله واحد القاوريه قالت لي لها شتي لها شي دريس صغير في كاينه اخويا في كاينه فيه صافي صاحبي انت جبد الدري انا غادي نديك الدراج فينا هو الدري اللي غنسافرو فينا هو المهم شي واحد نقلبو عليه هنا نلقى شي يكون شي لعاب ولا شي شي حاجه بحال هكا شي واحد زوين بحال هكا المهم اخويا اليوم خصنا نديرو شي حل اليوم راه الا ما جبتش هذاك الشيء راك عارف خونا شنو عايدين صافي اصاحبي انت غادي ما عندكش اخي شي حاجه شي لعيبه بعدا نسدو بها الدري وشي عيب كيما كان شرويطه اي حاجه عندي واحد الجاكيطه اسمعني دابا تدري بحال هكا اسمع يكون غادي تدري بحال هكا نشدو نديروه فوق وبحال هكا ونشدو الدري ونخطفوه مزال اللي عارف مزيان صافي اللي زيد صافي فين ديروه فوق وغادي نشدو ونغطيو به بحال هكا فين هو الدري اللي غنشفرو نعطيو المرا كتحبي راه الدري راه غندزو عندك هذاك الصغيور راه ولد الدري صافي سايني دير لكم ماما باش ما تعرفش اخويا وانا معك وانا زعما بغيتي تعرف هذا صافي هاني دير هذا هو الولد اللي قالت لنا نصراني هذا هو الولد اللي قالت لنا نصراني اسكت خليه يبكي هذا هو الولد
وشو هذا الاول؟ والله يتو ويلي صافي 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 على دارك نربحوا الفلوس صافي 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 اليوم ما خصنا اليوم خصنا نحيدو الكريد اخويا راه الولد جاي عندنا في اي لحظه صافي صاحبي فلوس كذا راه كاينه دابا 5 مليون ديالك و5 ديالي انت خاصك صافي نيشان نسرقوا الولد صافي انني نمشي نجيب الفلوس ونعطيه لهذيك النصرانيه ونخلص الولد اللي كان علي اللي كان عليا شنو ندير اليوم اجا عندي اليوم اجا عندي شنو ندير اليوم اجا عندي ما عندي زال فلوس اللي انا شاف الفلوس ايه فلوس اخو فلوس اللي شاف 5 مليون فين يدير الفلوس؟ ما عنديش اخويا راه كنا جايبين لك هذاك الولد كنا جايبين